Nadyan, Nadyan. تناولنا صبر وثبات أهلنا وأحبتنا في الشيخ جراح، وأن أهل القدس قاطبة بل كل حر في هذا العالم العربي والإسلامي والعالم الغربي يقف مع معاناتهم، يقف معهم لنقول لهم أنكم أنتم أصحاب المكان وأنتم أصحاب الزمان، وأن هذه الأرض أرض فلسطين لكم ولكم وحدكم، لن يكون لبن غفير ولا لبن جفير ولا لغيرهم سلطان وسبيل عليكم. بإذن الله تبارك وتعالى ستكون عاقبة الصبر الذي صبرتموه خيرا، وستعود هذه الأرض لأصحابها شاء من شاء وأبى من أبى بإذن الله. يا سلام يا سلام.